لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض المدسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم وقال بركة أيسر المعونة. آمد عثمان عزیز آپ کا خلیل الرحمان بن خلیل الرحمان کو 600 پاؤنڈ مہر کے عوض ہمارے نکاح میں دیا بنے قبول کو سمجھ آئی اتر کے Allah, 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 All